ايه بقى موضوع الجنينة والكشك اللي عامل مشكلة في شارع طلعت حرب ده؟ تمام، هي الجنينة دي المنفس الوحيد للمكان هنا. تمام، وده الممر الوحيد اللي هو بيفصل بين الشارع وبين البلوك هنا. تمام تمام، مفيش، هي الناس دي اصلا مجموعة بلطجية من جوه من السوق مسيطرين على معظم المكان هنا. يعني حتى في جراج هنا خدوه غصب عن اي حد وغصب عن الحي وعن كل حاجة، تمام، مشوا الورق وعملوا كل حاجة. تم عمل مشاكل معاهم قبل كده كذا مشكلة، وبرضه مفيش أي حل بالنسبة لهم، حتى مع الحي مع الحكومة مفيش حد بيقف قدامهم. فوجئنا في يوم إن هم عملوا الكشك دوت، وكلمنا معاهم إن الكشك يتشال مرضيوش. جبنا بلغنا وعملنا بلاغ في الحي وعملنا بلاغ في المحافظة وفي كل حاجة، مفيش أي حد عارف يقف قدامهم. برضه هم راشيين الكلام، يعني راشيين الأماكن دي كلها. فبس جت الحكومة اتكلموا معاهم، تم يعني البجاحة بتاعتهم، قالوا ان هم هاتوا الفلوس اللي انتوا واخدينها عشان ايه. لا ثواني بقى، يعني الداخلية جت عشان تشيل والحي الكشك، جاي. يعني الداخلية مع الحي جم عشان الداخلية يشيلوا الكشك، والحي كله معايا صور فاللي ومعايا كل عاملين حاجة. الكشك تمام، قالوا لهم هاتوا الفلوس اللي انتوا الفلوس خدتوها اللي واحنا انتوا نشيل واخدينها الكشك. عشان تشيل الكشك. فلوس بقى ايه دي؟ فلوس الرشاوي يعني؟ الرشاوي. والكلام تمام. بيتداول يعني ان في واخدين 200,000 جنيه اللي هي الايه؟ الرشاوي، اللي هي مجمل الرشاوي عشان يعملوا الكشك هنا. 200,000 جنيه رشوة. فوجئنا بعديها على طول، احنا المفروض ان الضابط قال ان خلاص الكشك هيتشال. فوجئنا ان اتعمل بقى ايه، سيراميك. عملوا سيراميك للمكان بدل ما هم يقفلوا بقى المكان. تمام، لازم عملوا يطوروا بقى طبعا من نجر نفسهم، سباكه وكل حاجه اكن المكان خلاص. جابوا معدات كلها. تمام، سيطروا بقى على الجزء كله، بقى في معظم كل يوم يعني معظم شويه بلطجيه كده بيجيبوهم تبعهم يحموا المكان. تمام، ويراقبوا كده الجو يشوفوا ايه اللي هيتم او كده، وبيعرضوا بقى على ناس من الشارع وكده فلوس على اساس ان هم يسكتوا يعني عشان الموقف ده يعدي. ضغط عليهم لما لقى العمليه هايصه كده ان يشيلوا او يعملوا، قالوا له هات اللي انت الفلوس اللي احنا دفعناها. والكلام ده انا قلته للسكرتير بتاع الحي، قال لي هم اللي هو ال 1350 جنيه اللي هم الايجار. قلت له انا ما اعرفش ال 1350، في حاجات تانية. انا مع البينه على من ادعى، انا ما عنديش بينه. لغايه امتى مصر هتفضل تعاني من فساد المحليات؟ لغايه امتى مصر هتفضل تعاني من بعض الموظفين المرتشين؟ لحد امتى؟ تقدر حضرتك تقول لي؟ تقدر تحدد لي وقت؟ طب احنا دلوقتي عندنا اعضاء مجلس الشعب، يعني ممكن هم يتبنوا القضيه دي ويتكلموا نيابه عن الناس اللي انتخبتكم. حضرتك بتقول دلوقتي احنا عندنا اعضاء مجلس الشعب، فين اعضاء مجلس الشعب؟ الدايره هنا المفروض يعني تعدادها السكاني كبير. الدايره ليها 4 نواب. فين ال4 نواب؟ حد راح لهم؟ حد كلمهم؟ روحنا بالفعل الاتنين منهم. عملوا ايه بقى؟ ولا اي شيء.